مفيش ست في الحياة ما بتعشقش التسوق في الحاجات اللي تخص المطبخ، وبالذات الحلل. والحلل دي الحقيقة محدش يفتكر كده انها بالساهل بتتجاب، لا، ممكن تشتري طقم مثلا حلل فظيعة وشكله مش عارفة ايه، مجرد ما تستخدمه لا ارميه احسن. قعدنا ايه بقى ندور وندور وندور في السوق على افضل المنتجات، مش عايزه اقول الحديثه قوي لان هم موجودين بقالهم فتره، بس الحقيقه اثبتوا كفاءه كبيره جدا جدا، وابتدوا ينافسوا منافسه شرسه في السوق. مش عايزه اقول ابتدوا يتفوقوا على معظم المنتجات اللي في نفس الحته دي، بس ده كله في مصلحتنا، في مصلحه الستات. بيشرفني دلوقتي الأستاذة منة البلتاجي، مديرة التخطيط والتسويق لمصنع تيما. يا حلوة، عاملة إيه جميلة؟ الحمد لله، إزي حضرتك؟ إيه القمر ده؟ أنا خليكي منوشة. بصي بقى، أنت عارفة إن هواية الستات ينزلوا يتسوقوا للمطبخ، أكيد، ومتعة حياتها كده تشتري حلة جديدة، طاسة جديدة، صينية حلوة، وبيفرق معانا قوي إن أنت تدفعي فلوس كتير ويطلع المنتج حاجة مش كويسة. بالظبط. كلميني عن تيما. بصي، منتجات تيما باختصار مثلا هي كل اللي بيحتاجه المطبخ من اواني طهي، تمام، ومختلف بقى مقاساتها، انواعها، اصنافها. يعني احنا عندنا مثلا كل التشكيل زي ما حضرتك شايفه، الحلل مثلا. انا عايزه اسال بقى حاجه، انا سمعت ان انتوا مش بس تيفال، لا، تيفال، سيراميك، جرانيت، وسيراميك، وستال ستيل. وستال ستيل، وستال ستيل زي ده. تمام. كل الاحجام اللي انا عايزاها، كل الاحجام. هل ممكن اشتري قطعي ولا لازم اطقم؟ لا، ممكن كده وممكن كده، يعني ده متاح وده متاح. ده متاح وده متاح. طيب ايه الحاجات اللي ممكن الاقيها وفعلا دي ما الاقيهاش في حته تانية؟ يعني انا شايفه عندك حاجه عظيمه جدا، الكاسرولات دي. احنا الكاسرولات دي يعني شبه الكنكه كده، بس كبيره. عندنا عندنا منها 3 مقاسات، 12 و14 و16. احنا عندنا برده منها جرانيت وتيفال وسيراميك. المقاس اللي هناك ده كام؟ ده ال 12، ده صغير. ايوه. ودي ال 14، تمام. وفي تاني، تمام. وعندنا كمان المهم قوي بالنسبه لنا، طاسات الشوي، الجريل. ايوه، زي دي كده. ايوه. دي برده موجوده عندنا بمقاس 28، تمام. في منها الجرانيت والتيفال والسيراميك، بس ما فيش ستانلس ستيل منها. لا، هو بيني وبينك بيلزق في، يعني انا يعني بحب قوي التيفال والجرانيت والسيراميك، لان في الشوي ومريحين جدا في التنظيف. فعلا. طيب دلوقتي احنا اشترينا، هل في ضمان؟ في عندنا ضمان 5 سنين. لا 5 سنين؟ 5 سنين. انت بتهزري؟ ده في الجرانيت والتيفال والسيراميك. الستانلس ستيل يعتبر ملوش ضمان، هو على طول. الستانلس ستيل ده بيعيش مدى الحياه، لكن انت بتقولي 5 سنين؟ 5 سنين. يعني طب لو انا افرض اشتريتها مثلا واتجرحت مني بعد شهر شهرين او حاجه، رجعيها. 5 سنين ده لو ضمان؟ حصل يعني. ايوه، لو حصل. ده لو حصل يعني 5 سنين الضمان. طبعا ده لو احنا التزمنا بتعليمات الاستخدام. لا طبعا، ما اجيبش معلقه مثلا كتير. معدن بالظبط، يعني لازم حاجه سيليكون، معلقه سيليكون، لازم خشب. كمان اول لما تشتري الحله زيت تسخني فيها زيت، بس ما يغليش، يعني زيت تدفي فيها زيت وتدهنيها بمعلقه سيليكون على كل كل الاطراف بتاعتها، تمام. وتسيبيها ساعتين وترجعي تمسحيها بمنديل مطبخ. طب قولي لنا مثلا يحتوي على ايه طقم العروسه؟ يعني مثلا بيكون في 4 حلل، 4 مقاسات الاساسيين، 18 20 24 28. أيوه. بيكون في جريل، ممكن بعد الجريل يكون في لبانه، لازم بيكون لبانة. في مقلايه، صينيه، طقم كنك. مقلايه؟ زي ايه؟ وريني. زي كده. دي مش طاسه عاديه برضو، عاليه. شفتوا يا جماعه الميزه ان الحيطه بتاعه المقلايه عاليه عشان الزيت ما يترطش بره او كده. غير المقلايه دي انا عندي برضو مقلايه كريب، بس ما جبتهاش برضو النهارده، مقلي الكريب اللي بتكون السور بتاعها واطي، او ممكن البيض الاومليت برضو انا بعمله فيها عشان يبقى اسهل انه يتزحلق في الطبق. وفي المقلايه اللي بتكون غويطه، مقلايه الوك. طب الستانلس ستيل بقى احجامه ايه برضو؟ انا شايفه حجم ده مش طبيعي. ده 32، ده اكبر حاجه هنطلعناها لحد دلوقتي. ده بس في اكبر. في اكبر من كده؟ بس ده قدام لسه هنطلعه باذن الله. لكن لا، ده كفايه قوي لو انا عندي عزومه كبيره، لو انا عايزه بعمل مثلا اكل اطعام. بالظبط. فده محتاجه الحلل، لازم كل عروسه يبقى عندها حلتين من الحلل الكبيره دي حقيقه. بالظبط. في برضو اطقم ستانلس. احنا نزلنا السوق لحد دلوقتي طقم فيه 5 قطع حلل، تمام. 18
و20 و22 و24 و32. بس دي 34 قلتي لي؟ دي ال 32 دي الاتنين دي موجوده في طقم؟ اه دي موجوده جوه طقم. ده هايل. وزي برضو ما اتفقنا، هل ممكن قطعي في الاستانلس؟ ده برضو ممكن فيه متاح. اه اقل مقاس ايه في الحلل عندك بشكل عام؟ 18. انا عندي في الاستانلس ستيل 18، عندي في الجرانيت والتيفال والسيراميك 16، حلة 16 صغيرة اصغر من كده. اوكي ده دي تبقى هايله. اه حلوه لما يكون اتنين من لسه متجوزين ما عندهمش اولاد. ايوه فبدل ما تطبخ أيوة كتير أيوة على قدهم عشان كان تمام جدا. الصواني المربعه بقى المستطيله سوري اللي هناك دي الطواجن. اه دي الطواجن بقى بالظبط برضو عاليه. برضو عاليه. وعندك احجام منها؟ عندي حجمين. منها مقاسين، عندي مقاس 30 ومقاس 35. حلو قوي. 35 ده عظيم لما يكون في اسره كبيره عدد افرادها كبير تاخد. طيب السؤال الاهم بالنسبه لي انا كأم بجهز بنتي مثلا، او بالنسبه لعروسه جديده يعني برضو عايزه تزود، او واحده برضو قد حالاتي كده عايزه تجدد، في السوق اسعار منخفضه جدا جدا جدا، وانا بنصح حذاري تشتروا الحاجات اللي اسعارها منخفضه جدا جدا، تفرحوا بان السعر رخيص. دي يعني اقول ايه، مش عايزه اقول يعني ما تشتروهاش لانها فلوس ضايعه على الارض. وفي الحقيقه حاجات هايله بس الاسعار تكون عاليه فلك. جدا يعني فعلا. لا اللي هو لا يعني لا الاسعار فعلا يتمنى اقول لك ايه تملاها قرض فعلا والله العظيم في تمن حله. قلت لهم ليه؟ ايوه فعلا يعني لا اصل دي بتعمل السخونه لا لا البوتاجاز عندنا بتسخن براحتنا يعني. عايزه اعرف بقى منتجات تيما حدود سعرها فين يعني لو قارناها بين المنخفض قوي السيء ده اللي هو استحاله حد يجيبه وبين المرعب؟ يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ننافس في السعر، بس بشرط ان احنا ما ننزلش من الكواليتي طبعا، لان احنا عندنا يعني زي معايير كده معينه ما نقدرش ان احنا ننزل عنها، وحتى عشان الصحه بالظبط. يعني الناس مش فاهمه ان الاسعار رخيصه جدا جدا يعني اللي هي بس منظر كده. هقول لك حاجه، الصناعه مثلا عامله زي الطبخه كده. انا ممكن اطبخ طبخه ويكون المكونات بتاعتها كواليتي عاليه، حاجه كده فيها قيمه غذائيه، وممكن اطبخ نفس الطبخه بنفس الشكل بس يكون ملهاش لازمه. صح، ده هو برده الصناعه. انا عندي الحله ممكن ان انا احط الالومنيوم، الحله دي عباره عن كوت للجرانيت تحته فيه الومنيوم. الحله نفسها بتكون الومنيوم ايا كان ماركتي او ماركت غيري. الالومنيوم ده انا ممكن اجيب الومنيوم نقائه عالي زي اللي انا بستخدمه في المصنع 99.8 من 10، بعد ما بجيبه بندخله في مراحل انتاج تانية وبتعمل له تنقيه تانية علشان يتخلص من اي شوائب او اي معادن مثلا تانية ممكن تكون مضره بالصحه. وممكن حد تاني يحط نوع تاني مختلف، نوع تاني بيكون رديء. احنا مثلا في حاجه معروفه جدا ان الحله لو طبقه الجرانيت دي لاي سبب من الاسباب طلعت انا ارميها طبعا، لكن احنا عندنا مش كده. انا ده لو طلعت انت لو استخدمتيها بالمنظر ده فيعني المصنع بيضمن لك ان هو مش هيكون مضر بالصحه. ما ده اللي انا بقوله بقى، ان الحاجات الرخيصه مواد قاتله بالظبط. لو الطاسه اتخدشت او لو الحله اتكحتت او في تترمي ما ينفعش، لان يعني بالظبط دي امراض انت مش عارفه اللي جوه ايه. لا مرض يعني ما فانت بتقولي ان الكواليتي مناسب للمعايير الصحيه بالزبط. اللي ما تضرش الصحه بالظبط. طيب انا عايز اعرف تيما ده هل ده منتج مصري ولا تيما ده منتج مصري؟ تركي يعني مصري احنا تركي. نقلنا صناعه من تركيا جبناها هنا مصر بخاماتها بالمشرفين عليها بكل حاجه وطبقناها هنا في مصر. لكن انت قلتي المشرفين اتراك. اتراك يعني مش ممكن حاجه تطلع لا دون لا. المواصفات يعني الناس اللي هي اساس الصناعه عندنا هنا في مصر. ما فيش كده مره هنكون بنعمل اكله ونلاقيها لزقت في الطاسات بتاعتكم دي؟ مستحيل. لو لزقت نعمل ايه؟ تعالي لي بالاكله. ايوه هجيلك بالاكله. ايوه تمام. طيب برضو كنت عايزه اعرف تاني فكره الاستانلس، يعني لو عروسه انت بترجحي لها انها يكون عندها لو هتشتري مثلا طقمين، هل بترجحي ان الاستانلس ده يبقى الاساسي جنب وتختار من الباقيين؟ اكيد، وتختار واحد من الثلاثه التانيين سواء جرانيت او تيفال او سيراميك. هل ممكن لو طقم كامل استانلس مثلا ابدل؟ يعني لو انا وادفع فرق مثلا عايزه حلتين من المقاس الكبير ده، ولا هو الطقم بيبقى ثابت؟ هو بيكون في اطقم معينه على حسب احتياج السوق، بتكون بمقاسات معينه يعني حسب احتياجات البنات المتعارف عليها، فاحنا بنقوم عاملين الاطقم بناء عليها. وانت كمان قلتي لي انا ممكن يعني انا ممكن اخد طقم
في الحاله ممكن دي، ولو تاخدي عايزه فردانيات. بالظبط كده ممكن اكمل. تشتري حلتين. تمام تمام جدا. طيب احنا اتفرجنا تقريبا على كل حاجه. الصواني انا عايزه ده اصغر حجم. لا ده تاني اصغر حاجة، ده 18. ده 18، في في اصغر من كده. اصغر. بحب الحاجات الصغيره قوي لما تكون ايوه افراد عشان غسيل مواعين كمان. بالظبط. وريني اللبانه. لبانه، انا اشتريت اللبانه دي خلاص. وفي الوان. بنتكلم بقى عن الالوان صحيح. احنا عندنا 8 الوان جرانيت. 8؟ 8 الوان لا لا ثانيه واحده، عشان كل الاذواق. طب 8 ازاي؟ ده هو مفيش، مش يعني مفيش في الجرانيت 8 بس، هو 3 4 لا الوان. عندي الاحمر، عندي الازرق، عندي الموف، عندي الرمادي، عندي الكافيه، عندي الاسود، عندي كشمير، ايه ده؟ عندي البينك. لا لا بتهزري، حلو قوي ده في الجرانيت. ده في الجرانيت. طب ال التيفال بينزل منه لونين، ايوه الاحمر. الاحمر والنبيتي، يعني الغامق والفاتح. لكن الجرانيت هو اللي الوانه كتيره جدا. طب السيراميك، السيراميك عندي منه لحد دلوقتي 4 الوان، بس حلو. انا هزود بعد كده برضو في الالوان. ايه الالوان السيراميك المتاحه؟ انا عندي دلوقتي موف وفوشيا واحمر وبينك. الوان عرايس جدا، يعني تحسي ان العروسه لازم فاهمه تنبسط. يعني في حاجه بقى برضو عاده، حتى لو الحلل الايدين بتاعت الحلل والبتاع اللي بنمسك المقبض بتاع المقبض دول، اول حاجه بتتدمر يعني من الحراره الايدين فعلا بتسيح، فانا فعلا. ابقى عندي حله من غير ايدين، او البتاع دي المقبض المسامير فتروح طالعه هي، ابقى انا من غير برضو ايد. لا احنا الاكسسوارز بتاعتنا كلها سيروت. المسافه بين الايد وبين الحله دي ما بتخليش لا الايد تسيح. بتحمي الايد. والايد مش بلاستيك، ده ماده كده. باكلايت اسمها، باكلايت. باكلايت. بص يا منى، انا اشتريت. يعني انا الصراحه يعني من كتر سمعتكم الطيبه، الحقيقه المنتج عمل بقول لك يعني في السوق سمعه طيبه جدا، وتفوق على بعض الاسماء. يعني احنا منافسه شيء عظيم وفي صالح المستهلك. بالظبط. فاحنا بنشكر تيما، شكرا. ميرسي جدا جدا شكرا لوجودكم جدا في السوق المصري بشكل عام. ميرسي جدا جدا لان انتوا بتساعدوا الست المصريه انها مطبخها يبقى صحي، والحقيقه كل اللي هي محتاجاه بيكون موجود معاها. ميرسي يا حبيبتي جدا، شكرا. شرفتيني وانستيني. ربنا يخليك. للاسف الفقره الحلوه دي خلصت، والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. السلام عليكم.